باي باي. هلا كما نهدروا، مرحبا به حمزة من جديد، مرحبا خوتي حمزة بزميلنا الشيخ ابراهيم الفرفوري. اسمع، والله لا ارقد، والله لا ارقد. وزين اللي راه واقف هنا تقول مكفن مش هو؟ لا تسوي غادي مرة قبور هذا ولا؟ اي بابا روح شو نقول لك واحد الحاجة، روح ترك تعال في حمزة ابراهيم ولي دخلك في حياة نهار يلقاك عقل عقل حمزة راه يجي كيف انت راه مجيني لعبوا البالو وانت جاي عندنا البعبع نهار ثلاثة قول والله قسما بالله بس ثلاثة بجد وقيلة راه جاي لازم نكتب انت هبط ابراهيم وتهبطوا فما ثلاثة بيت هود شلف عادي آه بركة ما تشلولي يا رب ثلاثة ان شاء الله ثلاثة ان شاء الله بابا ابراهيم ايه لعبوا في شلف اسمع لعبوا في لعبوا في شلف روحوا تعشوا عندي وروحوا شو قلت؟ ان شاء الله يا ربي اخونا ان شاء الله لا ما لا غدوة نعيط اي طلع طيق طلع فرح حمزه بصار مش داير اللايف نو مش داير اللايف او صاحبي در مع الشيخ يا غدوة نعيط غدوة نعيط حبيبي ديروا بروجرام تما بينا عمر غدوة نعيط لك قول عمر قال لك حبيبي غدوة نعيط لك الا تجوا تتعشوا عندي نديرها لكم في البحر غدوة غدوة الدار اودي غدوة عندنا صوالح حبيب ولا لا صوالح غدوة حبيب لا ثلاثة ان شاء الله يا ولد ثلاثة ماشي غدوة انا قلت لك غدوة ثلاثة كيكونوا جايين الله يجعل لي الحال شباب ماشي كوم شي حوت البعبع والله نجو نجو خونا حبيب والله غير نجو خونا تعرفني نبغيك البعبع البعبع شتبغي شتبغي انواع الحوت بيوجد لك مرددو واديك سمكة واديك سمكة القرش تقول كراب 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 أبي أجيبك من قاعد أكتب من قاعد في سمكة القرش يا عاد جناحتي كبار كيف يقولوا له نسيتو الراية الراية كل من عنده جناحتي كبار الأخطوطة وبولك كيف يقولوا له ماذا كثير يزمر يزمر نسويش بالحوت ول كي يسموه شو عندك القرش قال لك عندك جيب وجد القرش والمرددو والثالث شتاو اخطوطوب لما المرددو نعيط ايه المرددو نعيط لهم من دروك وهما يصيدوا الى نهار الاربعاء ان شاء الله الاخطوطوب انا ما تسالش الاخطوطوب انا خيك والمرددو حبه حبه المرددو حمزة المرد الدور جيجا باش يلموا له مقلا من نال ربعه هما يصيدوا يا ودي معليش كفرنا غير المرد الدور براسوس وخلاص طيب خطاتك اي ام خيتنا واش يا والله استني يا عبد 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 مشكتك يا عبد فوالا فوالا عبد خويا راني خاب منك لا 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 قبل ما يطلع عبد جانا السينيال اه صح صح والله ما عرفت البعبع اخويا نجيب لك السردينه والفقرون وكلوفات تاكل كلوفات جيب فقرون يابس وابو تقللو ابو تقللو فان مركي حمزه حبيب مدت بعد البريفي مدت كيرك حمزه اخويا مرحبا بك بعد قصيك احنا ذا بعبع قام يستنى شي حاجه عند ربي سبحانه يسنى حبيبك وادي تبان هذا الراجل خير معليش تفضل خويا تفضل عمر السلام عليكم هذا هذا البعبع حمزه راه بلا سكنه مسكين ما نقدروش نديروا اهداء للرئيس البلديه تاعو يعاونو نداء وتا اهداء هادي نداء روح دير اللي راه يسمع فيك اللي راه معانا اللي رئيس البلديه هذا وين جا روح هذا كبار مسكين قال لك راهم كاينين عندنا قال لك راهم مغلوقين قال لك والله ما بغوا يعطوني ولا عاونوا هسه نهضروا مع الرئيس البلديه تاع واس ان شاء الله ان شاء الله والله ان شاء الله ماذا بيعطوني في داروا نداء واحد اليوم ابراهيم سكرت والله داروا نداء قالوا ان شاء الله يعطوك في النص
قال لي لا يجعل يعطيك كوزينة في باطيمات. لا اي حمزة شتو مسكني راه مبلعين باطل على ما يعطولوش واحد كيما ذا مسكين يشرب. عابد اهدر باللغة العربية. عابد اهدر باللغة العربية واهدر النداء تاعك ان شاء الله يوصل. تفضل زميلي عابد. الله يسلمك. الله يتفضلك. هذا رئيس البلدية الى رئيس ما فينا والجوارين تاعو ولا كما يقول لك ولا المساعدين تاعو يعاونوه مسكين. السكاني راه مبلعين. قال لك كاين 120 سكنه في العريب كان ليها غير الغبار. شت المير تاع سعيده اش دار ولا ما شتوش؟ الوالي تاع سعيده وراه تطب عليهم اللي ما سيبوش تما قاعد دهنوا تطب عليهم هني. هيد الكيمنات ليه هو على مسكين بذا مسكين ساكن في التراب ساكن والله في البارب على ما يعاونوش وعلى مسكين الا بخير رب المسكين يعاونوا. على بالك السينيال جانا قام يقولوا لك على جال ابراهيم على بالك التصويره ديال محاسبين وعلى بالك مهرق برولا وتيك توك ما يبغيش للصوالح. والله لا باينه والله ما عندنا حاجه ابر ديك التصويره. حبيب ابدل التصويره بدلها. ايه يبان كيما الجن وكاع تيك توك ما يبغيش. تاع رمضان شهر رمضان معظم. عابد ذكروا تراه جاي نهار الثلاثاء والبعبع فاني راه جاي بيلعبوا عندنا في السيكس في زعرو. ايه والله الا جبتهم اك جاي البعبع. البعبع خليني نحكي لك شو يا عابد. عابد اسكت شو خليني نحكي لك. عابد اسكت شو ريح شو عابد قال لك فكرتني بالباطيمات. اك تسمع فيا البعبع. أنا اسمع فيك خويا حمزة. حبيب راك تسمع. أنا اسمع. وا قال لك واحد السيد مسكين يسكن على برا في الدوار قال لك عطاو له في الباطيمات هما لي قال لك اكسبتي الجولة كبسونا خاوتي بان نحكو حكايته فكرني بالباطيمات نحكو حي كبسونا بس سينيالي راه قال لك مسكينة جاو تاع اللجنة صابوه ساكن في الزنك أي مسكينة عطاو له الباطيمات هو مش ما يعرفش مش مضاري قابل الصوالح. أما لي قالت له المرأة روحوا نرقبوا قالتوا ونقوها وكاع قالتوا سيما عطاونا المفتاح قالتوا نروحوا نرقبوا قالتوا ونقوها من الداخل ونسيقوا ونواسوا ونشوفوها إلى نقية إلى ماشي نقية. أي قالت له باه ندو غدوة القش. راح مسكين يتبع فيها ويراح وكتبوا باطيمات قال كيف وقام بنتيرين كيف أي مرة تاعو شوية صغيرة وقاعد تعرف قاتو من 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 أي حتى طلع في الباطيمات بروميير دوزيام ترويزيام حلت الباب دخلوا قاتو خلاص قاتو خلي قاتو ذرك قاتو روح قضي قاتو جيب لاشافال جيب بالية قاتو جيب فروتوار قاتو جيب واحدة تاع الأخر بان صانيبو قاتو وروح ذاك مسكين راه راه كي جا رجع الباطيمات قاع كيف ومن بنترين قاع كيف تلفت له كي راح يسرى القضية وجا وقعد يخزر ما عرفش روحه قاع وين راه تلفت له ما عرفش روحه قاع ورا الباطيمات قاع من بنترين خضرين كيف وخمس باطيمات ولا عشرة قاع كيف ما عرفش روحه قاع كيف ما عرفش روحه قاع وين اللي دخل فيها وين اللي كان فيها تاعو أما لي قص بعد الشجرة ثم رقد تحتها تكسل تحتها وقعد من 9 تاع الصباح ولا 10 قال لك المراه قال لك تعيا في الليل كي تتقلقت في الليل تبلع وجهي تسيبني هنايا تديني معها للخيمه وخلاص خلاص قال لك ما نضلش نطبطب على الناس قال لك الباطيمات قاويين نضل نطبطب وطالع في السكاليات نقول لهم راني نحوس على خيمتي مش جايه. اما اللي رقد جواد اللي جان خارجين سلموا له على راسه قال له عمي الحاج راك من الصباح وانت لهنايا وراك مقيل تحت الشجره وجينا فطرنا ورجعنا صبناك غير هنا ودير البالية عند راسك ومالك الحاج غير الخير نعطوك الدراهم نجيبو لك تفطر. اسكت البعبع قالوا له نعطوك لك الدراهم نجيبو لك تفطر كش ما يخصك. قال لهم لا وليداتي ما خصني والو هم لك. قال لهم مشتونيش قال الصباح مين خرجت. كيف هذا؟ هذا هذا هذا
يعني يجب يربي يا حمزة. حمزة قال لي عمر راح تصير لك انت صافي عليا مالا. والله العظيم والله قال موليداتي قام مشتوني الصباح من خرجت. حمزة زعم البعبع لو كان يعطوه الدار يتزوج. نتزوج واه يتزوج عطانا المواصفات دروك عطانا ولادو كيف يسموهم صاي باقي غير العرس برك. لا لا حمزة كان نجيب ربعة منزلك ربعة بعبيع صغيري. حمزة نجيب غدوة محية جيبوا غدوة الله يبعد جيبوا العيط لك تربد وطلعوا جيبوا غدوة الله يبعد جيبوا غدوة لاقيه مع إبراهيم والبابا إبراهيم والبابا عبد ريكون فيرمي عبد عبد والله لا سنيتك ذيك الخطرة وعلاس لا نعاودها لك عبد والله عبد خويا شوف شوف روح شو نقول لك واحد الحاجة حمزة على باله بالحمزة على باله بالفيلم إبراهيم كي يخرج لبلاصة عرب اللي تليفون ما يحبش كاع الناس تعيط والله كاع صح لا عمالك شوف شوف الله يكثر خيرهم كاع الناس اللي يبغوا إبراهيم وكاع اللي يعيطوا عليه الله يكثر خيرهم بصح دوك وين تشلق روحك عبد صح معليش ما فيك ملامة صح تجي تلعب مع الجماعة نعطي لك تريك وانا وتوتيرا تلعب بالو معهم لا لا حسن اسمح لي اسمح لي انا ما عطيتش نروح للشلف لثلاثة انا باين قال على البعبع وصحابه يجوا يتعشوا عندي هنا في البحر ولا بغيت نجيبو مرحبا بهم انا نجي فان اروح معاهم خويا اروح اروح دار داركم اروح الى تاكل تاكل المردد والبطوط والقرش تاكل طخ والله العظيم رجلا البعبع البعبع قول له الى تاكل طخ طوبوط روح بيا دوك ولا حلا بيا قسطره وخلاص ما بيا والو لا 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 احنا الى تاكل طخ طوبوط روح والمسرح الارض الخطوط كاين صح نجي انا اكرم صاحبي حبيب معليش نجيب صاحبي اكرم يا ودي جيب صحابك مشي صاحبك أكرم 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 حمزة أكرم سلم عليك يبغيك أي تاكل ببوش تاكل ببوش الله يسلم وربي حمزة إن شاء الله عدا تاكل ببوش واه وجغللو قال لك ولا الأخت طوب حمزة حمزة انا عندي البعبع وكاع انا عندي اللايف نوض الجماعه انا الجماعه يبغوني كما نقولوا انا بغيت انا بغيت البعبع يعاود لي تاع كابتن الماجد ايه كما قال لي شو رسمو تحريكك وتصغير تفرجوا بنقولوا عبد الكابتن ماجد قلت له عبد الكابيت ماجد طيب عتيب او تلف عليهم صراحه هاك الله قلبه في عقل لا كما البعبع انا راني مدبر عليه حمزه ربي يحفظك ربي يحفظك خونا انا مدبر عليه في المرابط اي والله من بعدنا هضروا والله انا غير نساعقوا كابصا والله من بعدنا هضروا له مع شي واحد اللي يعرف كشمير ولا تاع عين دفله ولا باش ما يعاونوا ان شاء الله نلحقوا له النداء والله من بعد في السيريون نديروا له ان شاء الله ان شاء الله خويا حمزه ان شاء الله يا رئيس البلدية على بالي بلي يوقف معه الميساج لازم يوصل شاف دايرة شاف دايرة والله الله حقروني حمزة 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 إن شاء الله إن شاء الله ما يحقرك والو والله حقك والله ما يروح إن شاء الله إن شاء الله يا بعبع البعبع اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي بعبع كيما هكا محالي لا يعطوك سكنة هذه ديها من عندي لك تتزوج صح اسمح لي اسمح لي هو نفهمك يعد القانون فهم احنا كي رحنا تاع السكن هذه حمزه راك معايا قال لك يدو فيها كاين 50 سكنه قال لك يدو فيها 10 عازبين والاخرين اللي مزوجين يدو الاخرى اللي باقيه كما هي هي كاينه 50 سكنه سيبو 50 يا البعبع عازب 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 صعيبه باش تدي سكنه البعبع انا بنتي راهي تجري اسمح لي خويا اسمح لي كيسمك الله كيسمك الله حبيب الحبيب الله يبارك ربي يخليك الحبيب خويا ربك هذيك الفلفله اللي ضربتها معايا في رمضان ونسيتني في وارن وكاع قوم يا حسين والله ما حسيتك الحبيب معليش اي البعبع قول لحمزه قول لحمزه الحمل اللي حطه الحبيب واخويا
والله العظيم شرينا ضر معاك اقسم بالله يا الحبيب. كانت في الاول 300 سكنه معايا، 300 سكنه داو فيها. هذه نحكي لك تاع المعازبين، معازبين هذوك او اللي عنده يعرف. والله الا دام اللي عنده تم عندك اللي يعرف الاول، وانت الحي اللي الحاج اللي تسلكك اشبع لوبيا الصباح وروح دير اضرب على الطعام، قول له ما عندي سمانه ما كليتش، وروح ارقد قدام الامير. والله العظيم ضرب الصباح طاجين تاع لوبيا بيشد لك، دير كرتونه وقعد اكتب لها فيتا، اكتب فيها اضرب عن الطعام حتى تعطوني دار. والله لا قاعد يقول لك ما كان حمزه وانا اللي باغي نبلع البلديه بالجمعه والسبت. ايه انت كيف هذاك اللي مجا الوالي للوهرن في طعبات الدوموندي سكنه وكاع، قلت له اعطيني الشمه، يقول لك ذا السوفات. يقول له اعطيني كاله شمه، الوالي يقول له اعطيني كاله شمه. انت فين مخليك؟ لا ما قلتلوش حمزه، لا ولا ما قلتلو. يا زكروت قال اعطيني دكه شمه. قلت له لا كرينوم هذا كان مهطرس قاعد كرينوم، ماكاش حاصل واش كان يدير. البعبع قول صاحبك قول له من فطرنا في رمضان في وهران الحمل اللي حطوه لنا تاعش. تا ضربان. هذيك الفلفله ربك اللي وقلاوها بكل عينهم. لا انا الفلفله ولا شابه. حمزه رحنا فطرنا في واحد البلاصه هذاك الحمد تمضغ فيه هو يعاود. صلينا المغرب في وهران وحطوا لنا كلش كلينا الحار وقايتي كي حقنا الدارول يا وكي حق تلتر قلت لهم دولين لا كلينيك غير الحر الحر. حمزه كان معنا الشاب تيتو من جينا جايين في الطريق، تيتو قال لي لا بالله الله فينا وشاكل البعبع. تيتو قال لي لا بالله الباب بكراعي، قال لي عارفوا بلي لحم تاع حمار. اسمعين نقول لهم حمزه تعالك قبل انا نروح لاميري تاع البلديه تاع العريب نوري لك البلاكا وندير لك اللايف فما نهضروا معهم. والله نهضروا معهم معليش، تروح لما فوت لي الوالي ديريكت. لا والله والله خلينا نهضر معك حبيب والله نفوت لك كلمه تهضر معاه. عبد مقود يديرها. لا ولا درتها طريقه قانونيه ما كان والو، نروح عليه ونقول له فوالا. نقول له حمزه والجماعه زكروت وكاع قالوا لك في وجه الله عاونوا. قسما بالله هدرت معاه، نقسم لك بالله هدرت معاه. البابا بيسقط. هيا ديروا فنية كيما قال عابد. ديروا فنية بارك ربي فيكم في الصواب وشر. البابا اسمعني خليني نهدر. راك دافع دوسي وعندك الطالو ولا غيرك انا قد تقال يجي لك الخيمة. والله العظيم غير عندي درت الدوسي وعندي طالو زوج طالو. اسمعني حمزه 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 دقيقه عابد اسمع عمر اش قال لك. الشيفور تاع الوالي يعرف البعبع. خلاص الطالو تاعك شحال عندهم واش من عام الطالو تاعك واش من عام الدوسي تاعتو في جانفي حمزه الدوسي شحال جانفي تاعتو اودي برك ما تقود انا جدي مازال ما داش سكنه كيما في جانفي في جانفي نقول من هارلي فلوغيو فاش تفرقع نقول لي تفات حمزه البعبع ما عندكش مرسو ارض ما عندكش مكاش والو كاع فما مكاش البعبع وجاو شافوا اللجنه ولا ما جاوش شافوا. والله يا حمزه خويا شو خرج رئيس بلديه وخرجوا تاع البلديه وكل كي كنتو نصور الدار قال لي ما تصورش الدار، قال لي واحد بلي نعطيلك 50 الاولى داو وال50 هذه والله ماني عارف الا نخرج فيها ولا ما نخرجش فيها باسكو لا ليست هارت زدت على لا ليست هذيك. عاود هدرت معاه عاود رحت عنده يا موش يستقبل كاع في البلديه راه يهرب رئيس بلديه. روح للدار تطب عليه في الدار. يا وروح للدار يخرج لي وليدي ويقول لي موش هنا خاطر يقول لي راه مريض. قعد فما كي يخرج الصباح قال له نجي العشيه في الليل تفاني ثمار. حمزه صلي على النبي. الله يسلمك. اقسم بالله حمزه خويا نترك الصحه حمزه خويا ياك الخوف من ربي سبحانه. لا والله لا تو هي اسمعك دقيقه قول عبد
دقيقة قول يا حمزة والله العظيم والله العظيم شنو يقول لك يا حمزة، يعني ربي سبحانه ربي سبحانه راه شاهد علينا. أنا في البلدية تعارف والله إلا محقور يا حمزة خويا محقور، راني في زوج ديار وكوزينة حمزة. أنا حمزة حمزة أنا ما عندكش نرقد مع أختي يا حمزة 37 سنة واحدة، ما عندكش نرقد مع بوي وأمه في دار واحدة، أقسم بالله العظيم يا حمزة خويا غير نرقد في الكوزينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمو بالله يا حمزة 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 خويا أنا مش نقرك، ها وليد خالتي شاهد وها عمر شاهد، أقسم بالله غير زوج ديالو كوزينة والله غير الحمد لله حمزة خويا الحمد لله والله غير الحمد لله. وحاكرني يا حمزة أنا درك سهرة عراحة أقسم بالله إلا حكارين. فرج ربي فرج ربي فرج ربي سبحانه، خليها ربي يا حمزة خويا خليها ربي. شوف بابا والله بين أرضها حمزة حمزة خليها ربي هو يتولى الأمر تاعها، كل حاجة تلقى ربي في الدنيا إن شاء الله. حمزة حمزة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الطيارة الغدرة كي تروح تروح مع عمرة وكي تجي تي فارغة شي الطيارة الخضراء خويا حمزة، الطيارة الخضراء المحمل إنسان كي يروح يروح معمر فيه ويروح المعمر المقبرة وكي تجي فارغ خويا حمزة. أنا قلت له في رئيس بلدية قلت له الديوار ودي الدنيا. كاين واحد حميد راه يقول لك ارسل لي الطالو ارسل لي الطالو. حميد خويا الا بغيت دير الخير دير له ابوني، الا حميد عندك كاش معرفه خويا زين ودير له ابوني ويهضر معك في البريفي ويرسل لك الطالو. الا عندك كاش دخل في البلديه ولا في الاداره ولا في مع الوالي ولا مش عارف وين خويا يبعث لك الطالو. دير له ابوني حميد خويا، راني نشوف في الميساج تاعك وراهم يكتبوا لي عليك لي كومونتير وربي خمسك ان شاء الله. الله يرحمك حمزة 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 أقسم بالله يا حمزة خويا غير كاين الشهود. تبغي تجي تشوف تبغي تبغي تبعث عابد يجي يشوف ويقول لك عابد صح الحالة تاع البعبوع تاع البعبوع سهرة مغبون. حمزة أنا شتا خويا قسما بالله لا حالته لله إن شاء الله والله لا حالته لله. أنا على أنا على حتى تقول لي أنت عابد وأنا على نرسل لهم لك وأنا على أنا وأم الباطمة تقول الله يهديهم هذا الناس الله يهديهم هذا الناس والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حمزة انت قطع على قلبك على بالك قطع على قلبك انا نحس بك نعرف اللي جاز توك بالحالة بتكرار نبغو نضحكو حنايا نبغو نضحكو نبغو نقصرو وقعد كينية بصح نبغي كاع الناس ترقد مليح وتاكل مليح يبات في الكوزينة يبات في الكوزينة يبات في الكوزينة في 2023 رانا داخلين في 2050 وانت يجاو وانت يجاو يقراو ذا الملف تاعو وانت يقراو ذا الملف اسم يقراو فيها بالحرف. أنا قلت لك على نديروا نداء نداء المجموعة تاعنا حبيب والجماعة على قلت لك نعاونوه حمزة نديروا له غدوة نهار ونهضروا مع المير وهذا المير ما يتحركش ولا خليها توصل خليها تتمشى القضية فاهم نورمال بالك اللي راه معطي له في الباطيمات بالك عنده طوموبيل وسكنة وخدام هذه 100% أكثرية اللي داو كاع عندهم سكاني وعندهم الأراضي وخدامين وكاع يدوا نورمال كيما هذا هذا ماشي تطغير الزوج هذا ما يقدرش يتزوج يزوج في الكوزينة هذا هذا بلا ما يتزوج يدي هذا اللي جا السكنة هي اللي معطلات ولا تزوج. أنا قلت لك تاع حمزة راك راكد غدوة نديروا عليها حصة حمزة عابد 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 خويا حمزة وعابد راك تسمعوا فيا تبعيني شت أقسم بالله العظيم أقسم بالله نروحوا نروحوا للجامع البيت ربي نحلوا كبر مصحف جا رئيس بلدية وجا واحد البلاد دخلوا شافوك والله يا حمزة خويا غير يطمعوك والله ما تديها بصح اللي يجي موراك يديها. لا انت ما تهدرش هكاك ما تهدرش هكاك بالك دروك يفتح ربي بالك يهدي يا ربي انت يا شو معاه وانا والله لو وصلت لك البلدية تاع العريب ونشوف كيف انا نهدر معاهم ونفوتوا حمزة حمزة تهدر معاه. اسمع اسمع الشعب اسمع الشعب بس شو انت ما ترقدش لازم كل يوم تروح تروح ليهم تدخل على الوالي كل يوم منا دير الفيديو قول لهم ندير لكم الفيديوهات الا ما عطيتونيش ما تحشمش منهم كل يوم مش انت اللي قلت تقارع له يعطي لك قاهم يخافوا يقول لك هذا بعد يبهدلنا هذا كومون فلوبي هذا لازم نعطوا له بهم بعد ما يهدرش هاك فاهم لازم تكون لازم تكون معروف دروك عندهم لازم تكون معروف عند اللجنة ذوك اللجنة الكلالي القويين اصحاب العرف قويين اصحاب الرشوة قويين والباطيمات على بالهم على بالهم لا 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 لازم تكون لازم تكون لازم تكون لازم تكون داير الموفمون وتكون عنصر حي لازم تكون عنصر حي قدام البلدية قدام الولاية قدام تفهمني شنو نقول لك لازم اسمعني هما يخافوا اسمعني اسمعني شوف البعبع الجزائر الجزائر ما شاء الله تبدلت
وهذه تاع الرشوه وكاع هذه راحت الناس راهي تخاف المين راهي يخاف على روحه قال سامن بالله مكان من هذه تاع الرشاوي وصوالح وكاع شوف عندك حق تديه البابا شو لا ما نقولوا الرشاوي احنا ما شفناش الرشاوي لا لا نقول لك اني نقول لك زعما لا عندك حق غادي تديه اوفيسيال شوالا صبر وصاي وشوف ثاني الناس يعاونوا كل الناس راهم يتفرجوا فيك اللي يعرفوك ولاد بلادك فما ثاني اللي ها تفكروه شوفوا ولا تبغوا غير تضحكوا خليها ربي خليها ربي سبحانك هذيك اللي مكسر رسول هذيك اللي تقول لي مكسر رسول مكاش اللي عارف هذا اللي هضروا حسبنا انا في الله قرون قلت شويه قلت هذه استقلت هذه خلينا الله يرحم ربك خلينا الله يرحم والديك لا والله الله قلت شويه قلت حبيبي هو لو كان عنده مرسو ارض والله كاع خير باسكو كون عنده مرسو ارض كاع يعاونوه ويلموا له ويبنوا له شبالك شو غادي يعطيك كاش مرسو البابا شو غادي يتبرع عليك بكاش مرسو فما ما كاش صار اي اي صار لك كيما الاعانه كيما الاعانه كانوا يعطيوك 70 مليون هذيك تاع داك تاع الاعانه فني كيما هكا اللي عندك اللي عنده سكنه بريمير عطاو له واللي ساكن في الزنقولة مداها زوج خواه في الخيمه يعطوا لهم ثلاثه خواه يعطوا لهم واحد يتيم والله ما يديها واحد عنده بيو يعطوا له فاهم صفر واحد عنده بيو ساكن في ستاد يعطوا له وسبعه ولا عشره في دار ما يعطوا لهمش صارت عندنا مدير عطاو له حنا جاري الشيخ يقري الدايله انت اللي تعطاو له صار الباطل صار الباطل ديك الاعانه تاع 70 مليون صار الباطل هادي ما تولي والو خليها ربي خليها ربي سبحانه خليها ربي البعبع الى مكشف حمزه يعطيك اي البعبع الى مكشف حمزه واش راح نقول لكم واش راح نقول لكم والله ما ندو حاجه في الدنيا ما حمزه كل حاجه تبقى ربي سبحانه شوف انا يعجبوني اللي راهم معاك متهلين فيك بزاف البعبع كل سيري معاهم الحمد لله يا ربي الحمد لله انا جمعت معاهم وريحت معاهم بزاف والله لا يبغوك ومتهلين فيك لا 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 غالب الشعب مسكين يتهلا غير بالصوالح اللي تلقى عليهم الشعب ما يقدرش يبني له ولا يعطي اي الشعب ما يقدرش وكاين الناس الملاح احنا ما ناش نقولوا ما كاينش وهذا الرشوه وهذا الصوالح ماشي الدوله دارتهم الشعب هو اللي دارهم كل الشعب يقولوا والله غير سكنت والله ما تدي عالف والله غير سكنت والله غير سكنت بالسيف عليك وهذا حقي نديه من الدوله بصح كيك ما واحد يجي من 20 مليون ويصمتها على الاخر هذيك الرشوه ما يديرلهمش خدامه يقول لهم اعطونا الرشوه الشعب هو اللي